دونك حفيدي السي محمد رئيس تحرير برنامج جمال كوميدي كلوب، هذه تجربه جديده، موسم ثالث اللي كيقدموا الفنان المبدع والكوميدي طاليس برفقه جمال دبوز. متشرف انني نشتغل مع هاد الجوج اللي بدعوا وتالقوا وكيجتهدوا. طاليس تبارك الله اللي اصبح معروف في المشهد الكوميدي في المغرب. هذه تجربه اللي من خلالها كنكتشفوا مواهب اللي كتالق فوق المنصة اللي كتبدا، وطبعا ما يمكن الا نفتخروا بالقنوات المغربيه وبالضبط القناه الثانيه اللي كتسهر على انتاج هذا البرنامج هذا والعرض ديالو، وكتشجع الكفاءات والمواهب باش تزيد تبدا وتزيد تالق في هذا المجال. طبعا كان اعداد مسبق لهذا البرنامج باش تكون نسخه استثنائيه، نسخه جديده للبرنامج، فيه حياه، فيه طاقات اللي كنعرفوها ديجا وتالقات فوق الخشبه منذ سنوات، وفيه مواهب جديده اللي اعطتها القناه الثانيه وعطاها طاليس وجمال دبوز الفرصه باش تكون وتتعرف على الجمهور المغربي.